السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم عندي لكم واحد الوصفه اللي خطيره واعره. هذه وصفه تجميليه اكيد عندها علاقه بالاسنان، غتكون هذا الشيء قريتو في العنوان. النتيجه كتكون من اول استعمال غادي تلاحظوا الفرق. طبعا كل واحد على حسب الدرجه ديال البياض ديال سنانو او الصفر. اللي سنانو صفرين بزاف راه غادي تبان لي النتيجه، ولكن ماشي بحال اللي سنانو زعما يعني ماشي ديك الصفوريه الكثيره، ثاني يعني غتكون النتيجه غير. ولكن اللي نقدر نقول لكم هو انه كتعطي فرق من اول استعمال. غادي تلاحظوا باللي سنانكم بداو كيتصفاو، واكيد مع المداومه غادي تلاحظوا النتيجه وغادي يعجبكم الحال. كما كتشوفوا الوصفه جد 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 سهله، ما فيهاش مكونات كثيره ولا مكونات مكلفه ولا شي حاجه، بالعكس. كما كتشوفوا هنا عندي ثلاثه ديال العناصر. اول عنصر اللي هو بيكربونات ديال الصوديوم، بيكربونات الصوديوم كنا كنعرفوا علاش كيصلحوا. عندي هنا ملعقه صغيره، وعندي هنا الفحم او الفاخر. تقدروا تستعملوا الفاخر العادي اللي كنستعملوه في المجمر وكذا، ولكن بصراحه انا كنفضل هذا اللي كيكون على شكل اقراص، راه كتلقاوه في الفارماسي، اللي هو هذا. الاسم ديالو اوكربون، كما كتشوفوا هو مسحوق فحم نباتي ومعدني، عنده بزاف ديال الفوائد، وكنظن ان كيبقى هو احسن من الفحم العادي وكيعطي مفعول احسن. كما كتشوفوا ها هو راه فيه 30 قرص، يعني راه غادي يدوم لكم. والثمن ديالو ها هو كيبان هنايا اللي هو 32 درهم، ولكن بصراحه بالنسبه ليا هو كيبقى احسن وعن تجربه. والبيكربونات الصوديوم اللي هما هادو راه معروفين، كاع الناس كيعرفوهم حتى هما في الفارماسي. كما قلت لكم هاد اوكربون كيتباع في الفارماسي، وبيكربونات دو سود حتى هما راه كيتباعوا في الفارماسي كما كتشوفوا. الثمن ديالهم 4 دراهم او 5 دراهم على حساب كل بلاصه والثمن اللي دايره. دونك بيكربونات دو سود والاوكربون اللي هما جوج عناصر. والعنصر الثالث اللي هو زيت جوز الهند. فوالا، زيت جوز الهند اللي غادي تلقاوه في لي بارافارماسي، اللي غتلقاوه عند محلات اللي كيبيعوا المكياج، زيوت، اي حاجه. فوالا، بصراحه انا هذا ما شريتوش بشي ثمن غالي، ما عقلتش، ولكن ما كانش فايت 15 درهم كنظن. كيبقاو هادو عناصر اللي الثمن ديالهم ما باهتش بزاف، و المفعول ديالهم كيبان من اول استعمال. كما قلت لكم شي حاجه اللي زوينه بزاف، وكنتمنى انكم تستعملوها. دونك غادي نبداو دابا في كيفاش غادي نطبقوهم. كما كتشوفوا هنا اول حاجه غادي ندير غادي نحاول نمعك هاد الاقراص هادو، نفرستهم هكا بمعلقه ولا بشي طريقه كما كتشوفوا. دونك غادي نكمل باش ما نطولش عليكم الفيديو البنات، ونرجع لكم لما كملتو. المهم البنات، بعد ما معكتو كما كتشوفوا ها هو راه ولا على شكل بودر. غادي نجيب واحد البواطه اللي تكون صغيره بحال هذه مثلا، المهم اللي عندكم البواطه تكون صغيره باش تهز لينا الخليط. كما قلت لكم البنات، بالنسبه لهاد الوصفه هذه راه تقدر تبقى معكم حتى لشهر وكثر، لان غادي نستعملوها جوج مرات في الاسبوع، يعني راه 8 المرات هذوك في الشهر. دونك راه غادي تبقى معنا شهر واكثر، لان ما كتهزش بزاف. كما كتشوفوا هنا معلقه صغيره ديال بيكربونات دو سود او بيكربونات الصوديوم، وغادي نخوي مقدار علقه صغيره او جوج، المهم غنشوفوا شحال غادي تهز لينا هنا، غنشوفوا. المهم غادي نردو على شكل كريمي، وغادي نشوف اذا كفاتنا معلقه صغيره راه مزيان، ما كفاتناش راه غادي نزيدو. كما كتشوفوا هنا ما كفاتناش، غادي نزيد معلقه اخرى، نخلطو مزيان. فوالا دابا راه واجد معانا.
كما كتشوفوا الخليط كيولي معنا هكا على هذا الشكل. راه غادي يدوز لكم نيت نيت بصراحه، زعما ما كيخسر ما والو، ما تبقى ليه حتى شي حاجه. خليوه في البلاصه فين غتحكوا تناكم مثلا الحمام، اولا ديروه المهم فين ما حطيتوه ماشي مشكل. صافي، الاهم هو اننا نسدو عليه مزيان وخلاص باش ما يبردش لينا الخليط. فوالا، وها هو الخليط ديالنا واجد معنا. الحاجه اللي بغيت نقول لكم البنات، اللي عندها حساسيه الاسنان، حيت البيكربونات الصوديوم كيكونوا شويه مجهدين بالنسبه للناس اللي كتكون عندهم حساسيه الاسنان، يعني من التجربه الاولى ملي غادي يستعملوه الا حسوا بهكا بالتكلاتهم اولا باسنانهم شويه ضروهم، المهم شي حاجه من هذا القبيل، يحاولوا ما يكملوش فيه لان البيكربونات الصوديوم كيكونوا شويه صعب، ماشي بزاف بصراحه. مي بالنسبه للي عنده حساسيه الاسنان الاحسن ما يستعملوهمش وصافي، ولكن بالنسبه للناس اللي عندهم اسنان عاديين راه فعلا هذه الوصفه هذه زوينه وخطيره، غير استعملوها وداوموا عليها وغادي تعجبكم. حاجه اخرى بغيت نقول لكم، اول حاجه غادي ديروا غادي تشدوا واحد الفرشاه ديال الاسنان اللي قديمه بيان سور غادي تكون نقيه، استعملتوها وصافي ما بقيتوش بغيتو تستعملوها وبغيتو تاخذوا واحده اخرى جديده، هذيك هي اللي غتبقاو تحكوا بها اسنانكم بهذا الخليط، وغادي تاخذوا فرشاه اخرى من بعدو وغادي تحكوا اسنانكم بمعجون الاسنان اللي مولفين اللي كتستعملوا ديما صافي. وهكا غادي تبقاو ديروا يعني كما قلت لكم جوج مرات في الاسبوع، وان شاء الله غادي النتيجه غادي ترضيكم وغادي تعجبكم. هذا ما كان البنات، كنتمنى يكون هذا الفيديو عجبكم، كنتمنى تكون الوصفه عجبتكم، كنتمنى نكون ما طولتش عليكم. راني حتى انا بديت في هذه الوصفه ما نعاودش لكم سناني، الدرجه ديال السفر اللي كانت فيه اللي كانت فيهم ما نكذبش عليكم، كانت المهم كان باين وواضح ان سناني صفرين، وبصراحه ما عرفش السبب شنو. المهم من بعد الحمل ديالي او من بعد الولاده ديالي ولاو هكاك، ما عرفتش واش من الدواء ديال فقر الدم اللي كيكون تي 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 صفر الاسنان هو بصراحه شويه، اولا من دوك الهرمونات اللي ما تيبقاوش فيك اللي تينقصوا بالاحرى، كينقصوا من الجسم ديالك انت تكوني حامل، ولا من الكالسيوم اللي تيمشي منك شويه وتيبان في الاسنان. ما عرفتش ما نكذبش عليكم ما عرفتش البنات، ولكن ملي بديت هاد الوصفه هذه كانت النتيجه مرضيه بصراحه. انا راني مداومه على جوج مرات في الاسبوع، وحتى انني وليت مداومه بشكل اكثر على فرك الاسنان يوميا، كما كتعرفوا حنا كنحكوا اسناننا يوميا يعني على الاقل جوج مرات في النهار، ومع هذه الوصفه غادي ترضيكم النتيجه انا متاكده ان شاء الله. المهم بلا ما نكثر عليكم اكثر، تهلاو في راسكم، ما تنساوش تدعموني باللايك وبالاشتراك والجرس باش يوصلكم اي فيديو غادي نديرو ان شاء الله، وحتى تخليو لي تعليق على الوصفه اللي جربتها وعجبتها، كتبها باش تشاركها هادشي مع البنات. اللي عندها شي سؤال او استفسار تقولوا لي انا نجاوب عليه ان شاء الله، واكيد راه غادي نخلي لكم ان شاء الله المقادير الاسماء ديالهم بالعربيه بالنسبه للناس اللي متابعيني من بلدان اخرين باش يفهموا، غنخليهم في صندوق الوصف، يعني دخلوا صندوق الوصف راه غادي تلقاو تما المقادير مكتوبين مره اخرى. هذا ما كان، تهلاو في راسكم البنات والسلام عليكم.